سدد زكريا العيبي نجم أبطال آسيا عن أهمية مواجهة الأهلي غدا السبت على استاد القاهرة الدولي في أيام نهائي من دوري أبطال إفريقيا. وقال العيبي في تصريح خلال مؤتمر صحفي الذي عقد يوم الجمعة: هدفنا هو إسعاد الجماهير الترجي التي سوف تساندنا في كل مكان. وتابع أن الترجي والأهلي لهما تاريخ كبير على مستوى القاري، وعلينا أن نكون في أقصى درجات التركيز من أجل الفوز بهذه المواجهة. وأضاف: نحن مستعدون للعودة بالكأس إلى رادس وتحقيق اللقب الخامس للترجي. لقد بدأنا جهدا كبيرا لكي نصل لهذه المرحلة، وهدفنا الآن هو حصد اللقب. وسوف تكون إطار حاضرة بقوة في المباراة التي سوف ينافس فيها الفريقين على اللقب، حيث يسعى الأهلي استفادة بخوض المباراة داخل رياضه وأمام جمهوره في القاهرة، فيما يحلم الترجي بإدراك نتيجة التعادل بدون أهداف الذي حققها في مباراة الإياب التي أجريت في ملعبه يوم السبت الماضي. وسوف يكون الأهلي أيضا حريصا على اغتنام النتيجة المحققة في الدهب عاصمة تونس من أجل تتويج بلقب 12، وهو الأمر الذي لن يكون سهلا حتما، فإن الترجي صاحب اللقب الرابع في بطولة القارية لم يقل آخر كلامه. هذا هو نهاية هذا الفيديو، أتمنى لكم أعجبكم هذا الفيديو والضغط على زر لايك والاشتراك في القناة ليصلكم جميع فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.